بمناسبة عيد الاستقلال، نظم فريق قدماء لاعبي الحرية حفلا تكريميا خصصا لمن ساهم في تألق اسم الفريق وحصده لألقاب بطولة دوري الإحياء بمدينة القنيطرة. اتحضر الحفل عديد الفاعلين الرياضيين داخل وخارج مدينة القنيطرة، ممن تركوا بصمة كروية تاريخية محليا ووطنيا. مدرب في النهضه القنيطريه وما تصوروش هذا كيفاش كان فيه، يعني تنقولوا مخلص للمهنه ديالو، لان كان موظف ديال الوكاله وكان كيتدرب، وملي كتقرب الوقت تيقول لي الحاج خصني نمشي للوقت ضروري خصني ندخل بالجوج، الا ما دخلتش بالجوج ربما غيكون المشاكل، تنقول له سير وتيمشي بحوايجو هكا تيلبس بحوايجو وتيمشي جد فرحان بزاف وسعيد، وكنهنى الاخوان ديالهم وكنشجعهم على اليد ديالهم بهذه الالتفات اللي داروا لينا احنا، ولا الاخ شكر الله ولا المسيرين القدماء. وزعما الصراحه هذه اش نقول لك، زعما ما كنتش منتظر تبارك الله الحضور ديال اللعابه الكبار تبارك الله، وديال الصحافه وديال الاخوان كاملين اللي جاوا اسرونا وداك الشيء، وتنشد اليد على اليد عليهم بزاف وتنشكرهم بزاف بزاف بزاف. المشكل كاين تبارك الله مدينه القنيطره كتمتاز بزاف، عندها تبارك الله عندها نجوم، عندها زعما عندها بيبينيير ديال اللعابه، ما عمرها زعما ما سخص الصراحه. انا نيت كنمشي كنشوف كنتفرج في الدراري ديال الصغار ديال لا ديال الكاك ولا ديال النهضه تبارك الله. كاين حاجه واحده اللي خرجات على المدينه ديال قنيطرة، هو دوك الملاعب ديال الميني فوت هما اللي خرجوا، والدري عوض مثلا ما غيصبر ويجتهد ويكون راسو من بعد، حيت الثمار ديال الكرون فوت ماشي هو ديال الميني فوت. الميني فوت راه ممكن تم غادي يلعب غادي ياخذ 300 درهم 500 درهم 2000 درهم غادي ياخذها، اما بالنسبه للكرون فوت الكرون فوت كيخصو يصبر، كيخصو يدوز بعدا في جميع الفئات، مثلا بزاف الفئات اللي خصو يدوز، ويكون تيتريني ويكون كيتهلا في راسو ويكون كيعطي الراحه لراسو. هذاك الشيء هذه من جهه، من جهه اخرى حتى كاين شي حويجات زعما صراحه هي هذه. كاين انا مازال كنفكر في الايامات ديال السي احمد الصويري الله يرحمه، كان قبل ما يجي فاش كيشوف اللعاب بعدا كيدير ليه لو تيست بعينيه، كيدير ليه سكانير بعينيه تيشوفو واش عنده، ما تيبغيش يضيع معاه الوقت. كان دير لي مثلا غليظ بزاف مثلا، ولا عنده كيدير نضيضرات ولا شي حاجه، تيقول له ولدي سير تقرا وليدي، ولا سير انت عندك فورمه ديال الجيدو سير دير الجيدو، فهمتي. دابا لا، دابا ولا كلشي تيشدوهم، دابا بالاخص دابا هاد الجهات الاخرى ولات فيها مساله ديال شويه ديال المدرسه فيها فلوس فيها شي حاجه، واللي سي كتقبل على اي واحد. وانا كنشكروا هذه الجمعيه، جمعيه حريه قدماء الحريه، على التنظيم وهذه المناسبه اللي عزيزه على كل مغربي. هذا واحد الاعتراف اللي كيحيي الحيويه في هذوك الرياضيين اللي قدموا الكثير، سواء في القنيطره ومن غير القنيطره. فانا التواجد ديالي كرئيس وكرئيس ديال جمعيه اصدقاء المغرب التطواني ما عليا الا ان نحيي الاخوان في هذه الجمعيه، ونحيي جميع القنيطريين على الانشطه اللي كيعملوا، والوجوه اللي حاضره هنا هي وجوه لها وزن على الصعيد الوطني. والحقيقه ما تفوتنيش الفرصه، كنت اسف على النزول ديال النادي القنيطري، ان النادي القنيطري فريق عريق اللي عطى الكثير من المغرب، وكنتلقى مع الصحفيين والوجوه بحالكم السي عمر، اللي ملي كنشوفوكم كنشوفو واحد النوع ديال جوده الصحافه، واحد النوع ديال الجوده ديال تبليغ الخبر للرياضيين، وكان نوع الجوده ديال اللاعبين. فمن المنبر كنشكركم جميعا، وتحيا خبر الفجر. نعم سي محمد المرون، انت كحكم جامعي سبق لك حكمت عده مباريات النادي القنيطري، واش استصغتي ان الفريق النادي القنيطري حاليا في الهوات؟ غادي نقول لك عزيز علي بكل صراحه، اتاسف على النزول ديال النادي القنيطري. ان النادي القنيطري واحد الفريق اللي كنبغيه، والله شهيد على ما اقوله، خا انا تطواني، والفريق اللي اكبر فريق اللي لعبت له في القسم الوطني الاول، وفي كل صراحه ملي كنكون لاعب والله شهيد على ما هو، يعني كاين الفرجه، كاين الادب، كاين القاتليه، كاين كل شيء مجموع. وزيد على المرحوم المسير الكبير رحمه الله
اخدمو ولا تسير ديال نادي الفورتري. كل صراحه خساره الفلوس اللي كاين دابا ما كانوش كيتوزعوا في ذاك الوقت. ف ارحم اموات المسلمين اللي قدموا الكثير من هذه المدينه القنيطريه. سي محمد بالمناسبه ماذا عن مغرب تطوان؟ وكذلك نتاسف على النزول ديال المغرب التطواني. باش نكون معك واضح اننا هو تعلمنا في النزول ديال المغرب التطواني. ما غادي نقولوا سير الضعيف ولكن غادي نقولوا الامكانيات. وبعد ولا بكل صراحه بعد الايادي اللي كانت مورا النزول ديال المغرب التطواني واللي زاد كمل علينا هو الاصلاح ديال الملعب داخل البطوله. يعني ما قلي عقلي ربما في العالم شي فريق بطوله كامله هو خارج الميدان ديالو اثر على الفريق. فلهذا من هذا المنبر هذا كنطلب الجمهور التطواني انه يتلاحم ولا المكتب ولا السلطه باش نرجعوا الفريق المغربي التطواني للمكانه ديالو اللي كيليق بالجمهور التطواني. اولا كنشكر القناه ديال الفجر على يعني كل ما كتعملوا التغطيه ديال التظاهرات الرياضيه يعني على مستوى مدينه القنيطره. ثانيا يعني هاد المحطه ديال هاد الحفل التكريمي جاء بعد سلسله ديال المحطات التكريميه اللي كيقوم فيها فريق قدماء اللاعبين ديال الحريه اعترافا بالاخر لما اسداه الفريق ديال فريق الحريه وآخرون كفاعلين رياضيين داخل الجسم الرياضي ديال القنيطرة. هذا التكريم هذا اللي كما كنقول جاب مناسبة عيد الاستقلال، يعني استغلنا هذه المناسبة ديال حزب الاستقلال ديال عيد الاستقلال باش درناها التظاهرة الرياضية اللي كانت لفائدة جوج ديال اللاعبين من قدماء اللاعبين ديال القنيطرة ديال فريق قدماء الحرية. وبمناسبة فريق قدماء الحرية اللي كان مشتل ديال اللاعبين اللي دعموا الفرق الوطنية، كان نادي القنيطري، كان نهضة القنيطرية، كأوليور، كريجي، كسيدي حيا، كتطوان، ك اتحاد طنجة، كأصيلة، يعني مروا فيها مجموعة ديال اللاعبين اللي يعني كان هذا الشيء بالفضل ديال واحد المجموعة ديال المسيرين اللي كنقدم لهم الشكر من هذا المنبر. ورحنا يعني كرمنا واحد جوج من بين المسيرين اللي كانوا كيسهروا على تسير ديال فريق قدماء الحرية اللي هما السي عدي الغاشي والسي حباسي منصور، مشكورين على كل ما قدموه لنا حنا كنا كشباب. يعني وبالمناسبة كنشكر جميع الفاعلين المسيرين القنيطريين على جميع المستويات اللي في حق ساهموا بالوقت ديالهم بالمال ديالهم بطرف من القوت ديال اليومي ديالهم كانوا كيساهموا من أجل يعني إذكاء ثقافة يعني الثقافة الرياضية داخل القنيطرة. وهذا الشيء كان أعطى نتائج كبيرة في السبعينيات وفي الثمانينيات اللي برزوا مجموعة ديال النجوم على مستوى القنيطريين على المستوى الوطني ولا على مستوى المنتخب الوطني اللي في حقه يعني رفعوا الراية ديال المريف مجموعة ديال المحافل الرياضية على المستوى الإفريقي على المستوى العربي على المستوى العالمي. يعني ودابا وصلت الرياضه القنيطريه وصلت لواحد المحطه اللي كلشي كيتالم ليها كلشي كيتاسف ليها ولكن كنشوفوا كلشي بقى يعني بوشبي ومكتوف الايدي. من هذا المنبر كنطلب لجميع الفاعلين الرياضيين القنيطريين يعني ينساو الماضي ويبداو الخدمه من جديد. حنا وهاد المسائل هذه من هذا المنبر هذا يعني المحطه الجديده ديال الحفل التكريمي اللي غيكون ان شاء الله ديال فريق قدماء اللاعبين ما بين الجمعيات ديال المجتمع المدني، ما بين الجمعيات ديال الرياضيه، وما بين الفرق يعني اللي كتمثل المدينه، وما بين المحليه لا مجلس ديال المدينه لا المجلس الاقليمي لا المجلس ديال الجهه اللي خصها هو يفتح الابواب ديالو ويعني والايادي ديالو يبسطها من اجل دعم الرياضه في القنيطره. وشكرا.